أحمد محمد صادق من كركوك يقول: هل يجوز لعب الدومنة في الموبايل؟ لا يجوز لعب الدومنة مع الرهن. فتوى سماحة السيد يفتي أنه لعب الدومنة مع الرهن حرام، فتوى يفتي بذلك. أما لعب الدومنة من دون رهن فعند احتياط وجوبي بعدم الجواز أيضا. شنو الفرق بين الفتوى والاحتياط؟ الفتوى يجب عليك أنه تتقيد، يجب عليك أنه تتقيد وما يصير ترجع، ما طول المرجع اللي يتقلده أفتى فتوى ما يصير بعد ترجع إلى فقيه آخر. الاحتياطات الوجوبية أو اللزومية، ما فرق طبعا بين الاحتياطات اللزومية والوجوبية بالنسبة للمكلف نفس الحق، فقط فرق بالصياغة، المؤدى واحد. في الاحتياطات الوجوبية أو اللزومية أنت مخير، أما العمل بالاحتياط يعني تترك اللعب الدوم من دون رهن، أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. يعني إذا تقلد مثلا، كنت تقلد سماحة السيد دان أظنه، لمن ترجع؟ من تعتقد بعده بالأعلمية؟ بالاحتياط ترجع له بالاحتياط الوجوبي أو اللزومي.